رئيس الوزراء دلك السودان عبد الله حمدوك أي سواني وحدي باتاي قارن كبد بادي إسكودي دي لو قرح لو أديك سنة يسيدا ورشاري كاليه سو قرح أي الله للي بابور كرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بل سألما هدي عدنا وحبكما أي سنقنين أيو يرى علي بخيت وآقاسي ما حسبيقا حمدوك وسيرك ترسن حكومة دا حمدوك أي أسيدوك لحقيقين رئيس الوزراء وكبحصة دي ويراركاسي وكدعي مقالة عاصمة داي خرطوم موقال له باهي تليفشن كدولة داي أي أموشين يلو بابور وحيالي قرحة وكدعي دقمدا كبور أي وقوي بري أي برتمها خرطوم تليفشن كدولة داي أشيغين كولونيا دا حمدوك لبيك صدي هاي الشيء وإيمين كابت قبو لو نكي حيي قوبا مانا قويسك حمدوك ياسي دوك لو حقي وكالة دورار كي اي بي إنو بد قبو لو نكي حيي قوبا مانا قبتا وقروحو كدعايا يا وحاسيك دك دقوغو يي بوليسك راديها دولة دو اي ام درمان ايا دينا عكالة شيغين هوب كال دران دوري قو دعا سي دوك لو اديك سدي ويرار كاسي اسلامر كان حمدوك لو كي حيي عسبتال كا حمدوك يا وحا رئيس الوزارة لو مقعابي بشي أغسطو لبدي يكون يساقالي كتبانكي مركا اي ديباد بحياش الديمقراطي قدون كاهي اي دالكاسي اي كو قسبين ملتاريقا انحل كلاقا قادة مدحوين عمر البشير بشي أبريل لغو نبدلو دولة ريضا حمد مرسل عبدالله ستار تيفي.